يو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأصدقاء، أرجو أن تكونوا جميعا بخير وبصحة وعافية. واليوم عدت لكم في فيديو جديد في سلسلة النظريات ستدمر طفولتك. حسنا، أعلم أني سحبت كثيرا ولم أنشر أي فيديو آخر، لذا عدت والعود أحمد، لذا لن نطيل عليكم وهي نبدأ بالفيديو بعد هذا الانترو. اليوم هي عن حلقة كلارنس وعين الكوغن، أو الحلقة الماسونية، والتي تعتبر أغرب حلقات كلارنس. في البداية تشرح الآنسة بيكر الدرس ويتضح أنهم في حصة التاريخ، لكن يقطع كلارنس وجيف الدرس، مما يبدو أن هذا سيسبب لهما مشاكل لاحقا. يخرج كل الطلاب إلى الاستراحة ما عدا كلارنس وجيف وباقي الطلاب. فعلت الآنسة بيكر هذا لأنهم قطعوا الدرس طيلة النهار، وأنه عليهم أن يرتبوا الكتب حسب الأحرف الأبجدية. الغريب أن كلارنس وجد كتابا عليه ورقة مطوية بشكل مثلث ومثقوبة من الأعلى على شكل دائرة. أثار ذلك فضول كلارنس ليعرف ما يوجد. ما كان وراء الورقة المطوية رسالة من كوغن يقول أنه قد أخفى نصفه الثاني من الكنز. تحمس كلارنس حتى رأينا مثلثا داخل عينه، وهذا شيء غريب، كأنه يدل على الماسونية على ما أعتقد، لأنه واضح. وأخبر أصدقائه عن الكنز كوغن ولم يصدقه أحد، حتى وجد جيف النصف الآخر من المثلث. كلارنس تحمس أكثر من اللازم وقال: هذا الكنز كوغن، نأخذ الكنز ونملأ 5 برك سباحة ونسبح. تعلمون، هذا أمر غريب جدا يحلم به كلارنس، وهذا يجعلني أضحك. حسنا، لنكمل. تم دمج الورقتين، وأكثر شيء قد يلفت انتباهك وهو هذه الجملة: العين العالمة ستنير لكم الطريق. كأن الكاتب يخبرك بأن تتبع الماسونية. يأتي بيلسون ويقلب الورقة ليجد فيها خريطة من الوراء، حتى ينقسم الجميع ليبحثوا عن الكنز. الشيء الذي لفت انتباهي طريقة تصرف جيف، لأنه فقد عقله كليا في غضون دقائق فقط أثناء بحثه عن عين كوغن. في الحقيقة هذه الحالة مرت على العديد من الناس أثناء بحثهم عن شيء يتعلق بالماسونية، حتى أنا جربت هذا أيضا. وكأن الكاتب أو محرري الحلقة يلحون على البحث في الماسونية. ما لفت انتباهي أيضا هو بحث جيف الغريب الذي هو على شكل عين، لأنك لو لاحظت تجد بعض الرموز الماسونية الغريبة. أما كلارنس في رحلة البحث في المكتبة عن الكنز أو كنز كوغن، وجد دائرة حمراء عليها عين. أما بيلسون والآخرون وجدوا مثلثا خشبي يشبه الكرسي عليه عين أيضا، وكانت باللون الأحمر. اجتمعوا جميعا محتارين ماذا يفعلون وكيف يجدون الكنز، ليضع بيلسون الحجر على الكرسي، وتلمح الفتاة الضخمة مرور أشعة الشمس على الورقة، وتضع الورقة تحت الكرسي أيضا. وبعد هذا يزيد تشتيتهم واحتيارهم أكثر لمدى صعوبة الأمر وكيف سيتم حل هذه الشيء أو لكي يجدوا الكنز كما سماها جيف بالشفرة. تعكس أشعة الشمس على الحجر لتسلط ضوءها وتصنع دليلا جديدا، الغرفة رقم 224. هذا العدد مثير للاهتمام، قد نخصص له فيديو يوما ما، لأن كل ما تقدمنا في الحلقة زاد الغموض أكثر. يذهبون إلى الغرفة 224 ليكتشفوا أن كل هذا من الآنسة بيكر، وهي من خططت لكل شيء فقط لتساعدهم على التركيز. لكن المشكلة هي أنهم لم يتقبلوا الأمر وبدأوا يبحثون في الكعكة، وكأنه تم غسل أدمغتهم، كما أن كوغن مجرد عنوان نظارات الآنسة بيكر.
أخذوا عنوانها وبدأوا يبحثون في أرجاء المدينة، وبالصدفة وجد كلارنس عنوان كوغن، إذا كانت صدفة أصلا. منزل كوغن غريب، كان يشبه أحد المنازل في أفلام الرعب، مما يجعل الأمر مريبا. وما في الداخل أغرب من الخارج، ففي الداخل أشياء تاريخية وكل شيء مظلم. لاحظت واكتشفت أن المنزل أجمل من الخارج. يعودون إلى الآنسة بيكر ظناً من أنهم وجدوا كنز كوغن وكان عين ألماسية. وتأتي امرأة غريبة وتقول: من منكم لديه عيني؟ ليتضح لاحقاً أن اسمها تيري كوغن وكانت تبحث عن عينها الألماسية. تسترجع كوغن عينها وتتغاضى عن الأمر أو عما حدث اليوم، فقط لأنهم أولاد. وآخر كلمة تقولها قبل أن تغادر: الفضول قد يكون شيئا خطيرا، مما يجعلني أكون فضوليا أكثر من السابق بالتأكيد. تسقط تيري كوغن عصابة عينها ويلتقطها كلارنس، ليكتشف أن المغامرة للبحث عن كنز كوغن مستمرة. وتنتهي الحلقة. الحلقة مليئة بالعيون، حرفيا مليئة بالكثير من العيون، لكن ما لفت انتباهي أكثر من أي مقطع آخر في هذه الحلقة هو تيري كوغن وكلماتها الغريبة: الفضول قد يكون شيئا خطيرا. نظريتي تقول أن كوغن تابع للمنظمة الماسونية، وأنها تقود الناس للماسونية عن طريق دلائل مخفية، لأنك لو لاحظت فإن عصابتها أو عصابة عينها أسقطتها عمدا، أي تقصدا. لكن الغريب في الأمر أن العصابة فيها خريطة لشيء ما. لدي دليل بسيط يثبت أنها من الماسونية، هو لو أنك دققت في منزلها أو داخل منزلها ستجد هرما صغيرا. ولكن ما استنتجته من هذه الحلقة أنها تجعلك تبحث عن الماسونية، مع أنها موجهة للأطفال إنما تستهدف الكبار أيضا. وما حيرني أيضا الأرقام في هذه الحلقة، لقد لعبت دورا بسيطا في الحلقة، وكما قلت سنتحدث عن ذلك يوما ما أكيد. حسنا، هذا كل شيء. أرجو أنكم استمتعتم بالنظريات. اشتركوا في القناة واضغطوا اللايك إن أردتم أن أستمر في هذه النظريات. وإذا كان لكم نظريات أفضل من نظرياتي فشاركوني آراءكم في التعليقات.